أهلا بحضراتكم. تم اكتشاف 30 تابوت فرعوني ملون تعود ل 3000 سنة، الخبر بيقول كده. هل هو ده حقيقي ولا لا؟ هو يتعود لأي أي أسرة أو أي عصر؟ على التعليق على الخبر ده ومعرفة أهمية الكشف العظيم ده، معنا في الاستوديو الدكتور حسين دقيل، الباحث والمتخصص في الآثار. أهلا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. بالصور اكتشاف 30 تابوت فرعوني تعود ل 3000 عام، ده اللي أعلنته وزارة الآثار المصرية. 30 تابوت اكتشفوا بجبانة العساسيف بالبر الغربي محافظة الأقصر جنوب مصر، ده اللي أعلنه أمين عام المجلس على الآثار ورئيس بعثة الآثار المصرية العاملة بمنطقة العساسيف في غرب الأقصر مصطفى وزيري، وقال إن الخبيئة يرجع تاريخ القرن العاشر قبل الميلاد، يعني 3000 سنة مضت وجميعها من الأسرة 22. صحيح. يبقى جميعها من الأسرة 22. وأعلن وزير إن قصة الخبيئة تعود إلى قيام أحد الكهنة بجمع تلك التوابيت من داخل بيوت الحجر اللي كانت مدفونة بيها خشية قيام لصوص المقابر اللي كانوا منتشرين في الفترة دي من سرقتها، حيث تم جمع تلك التوابيت ودفنها بعيد عن أعين اللصوص أنذاك. وكشف وزيري عن أن جبانة طيبة في غرب الأقصر شهدت الكشف عن خبيئتين ملكيتين للمومياوات والتوابيت، الأولى خبيئة الدير البحري والثانية خبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثاني في وادي الملوك، وأن أول خبيئة للكهنة هي خبيئة مومياوات القساوسة هي أصلا قساوسة، وأن تلك هي رابع خبيئة في جبان الطيبة وأول خبيئة يتم التوصل لها عبر بعثة أثرية مصرية خالصة. وقال ان منطقة العساسيف بدأ الشغل بها في اغسطس 18، وتوصلت البعثة الى كشف اثر كبير، العثور على مقبرتين مهمتين بجانب تابوتين خشبيين وبعض الاقنعة وبعض التماثيل والاواني الكنوبية. الكشف ده بدأ يوم الاحد الماضي يعني الى اخره. طيب يا دكتور، ممكن تدينا فكرة عن القصة دي؟ يعني هو على حسب كلام البعثة المصرية ان هو شغالين في المكان ده منذ شهرين. ايوه. وهي البعثات عموما بتشتغل في الموسم بتاعها شهرين، يعني هي بعثة بتشتغل شهرين في منطقة الحفائر يعني، وبتعود لها كل سنة يعني. كويس. فبيقولوا على مسافة قريبة يعني ما يقرب من متر، وتم العثور على هذه متر واحد. يعني وده طبعا ليست منطقة حجرية بل هو كان رديم، يعني ردم ترم. كان رديم يعني. ليه؟ يعني طبعا هو المقولة اللي قالها هنا الأمين العام هي حتى الآن كلها مقولات احتماليات، بمعنى بس انت كاتب في مقالك يا دكتور هنا خبيئة العساسيف كاتب انها تعود للأسرة 18. لا المنطقة نفسها، احنا بنقول المنطقة نفسها كان فيها مقابر من الأسرة 18 وكان فيها مقابر من الأسرة 25 والأسرة 26، لكن 22 الأسرة 22 تم اكتشاف أو خبيئة اتفق أن العسيف هو اسم مطلق على المنطقة ولا علاقة له بالتاريخ المصري القديم. يعني كلفظ العساسيف، لأن بعض الناس تعتقد أن هذا اللفظ اسم قديم يعني فرعوني. فرعوني، لكنه اسم حديث. بجبنة أثرية تقع على الضفة الغربية للنيل بالطريق المؤدي للدير البحري بالأقصر، وتضم مجموعة من المقابر يرجع معظمها للأسرة 18. يعني هي نفسها المنطقة دي فيها عبارة عن جبانة. فيها مقابر من الأسرة 18 وفيها مقابر من الأسرة 25 والأسرة 26، والآن تم العثور على مقابر من الأسرة 22. تمام. طيب، يعني دي كانت منطقة ردم مش حجر. المنطقة اللي وجد فيها هذه التوابيت منطقة كانت مردومة ردم، عبارة عن يعني منطقة الرديم هي غير صحراوية، غير تكتل صخري، صعب صعب نقله. اما هذا كان عبارة عن رديم من تراب ومن بعض الشقف وهكذا يعني، اللي هو طيب انا بس نشوف الفيديو ده، وعندي سؤال لحضرتك باعتبارك اثري، يعني ايه ده لو واحد عمل حادثه تحت المترو هيعملوا في كده؟ هو يعني طبعا انا بستغرب يا دكتور، يعني انا قصدي اقول كان المفروض يتعمل بشكل افضل من كده وتدعى وكالات الانباء العالميه. لا هو بالامس في مؤتمر الامس تم الموضوع بشكل اوسع شويه وافضل شويه. ده ايه ده بقى اللي احنا شايفينه؟ ده كان في البدايه هم حبوا يعني يعوا ما يحدث يعني ما بداخل هذه التابوت، ففتحوا تابوتين. بس ده شكل غريب جدا. هو يعني
قد يكون الموضوع ليس بالشكل المطلوب علميا يتم كده علمي أبدا، لأن دي حاجات ممكن تتأثر بالنفس باللمس وهم ممكن نفسهم يصابوا، يعني ما حولهم ممكن يصابوا أصلا ببعض الميكروبات، لأن دي حاجات مدفونة من 3000 سنة طبعا. وقد يكون هو الشكل ده يعني شو إعلام يعني، يعني الموضوع هي فتحت قبل أن تظهر بالشكل ده. اللي جوه بقى كان إيه اللي جوه؟ موميا يعني مومياوات. لإيه بقى لمين؟ لكهنة يعني. هو الفترة دي عشان كده أنا أسف، عشان كده وش التابوت عليه دق؟ لا لا، الدقن دي لو كان هو ملك ورجل من الداخل. لا مش قصدي كده، الدقن دي قصدي الدقن التانية اللي متحففة الأسود اللي معمولة بالأسود، كان فيه وش تابوت. دي ستات ورجالة ولا؟ في، ما هو ستات ورجالة وأطفال كمان، يعني وجد كمان 3 مومياوات توابيت لمومياوات أطفال. يعني لكهنة؟ لكهنة وكاهنات. يعني دي الكاهنات وكاهنات أو أطفال. وأطفال إيه بقى بيشتغلوا إيدهم؟ وأطفال هو يعني ممكن يكون، لأن هم يقال أن الفترة دي كانت مقابر بالشكل ده تقام للطبقة المتوسطة، سواء كانوا يعني الكهنة أو النبلاء أو أفراد عاديين. يعني مش كلهم كهنة؟ لا مش كلهم كهنة، هو بالشكل ده الأطفال الدليل على أنه مش كلهم كهنة، لكن هي من كان يحكم في خلال الفترة دي في طيبة أصلا سموا الكهنة. يعني الأسرة الأسر في خلال الفترة، الفترة الانتقالية الثالثة من الأسرة العشرين للأسرة 25، من كان يحكم طيبة هم الكهنة أصلا. يعني في خلال الفترة دي طيب كان الحكام تعودنا. معلش أنا كمحمد ناصر اللي أنا اشتغلت في الحاجات دي طبعا، تعودنا أنه التابوت بيبقى حجر، يعني ليه بقى المره دي خشب؟ ما الفكره؟ لا لا ليس كله، في توابيت كتير خشب. بس انا تعودت ان الغالبيه بتبقى حجر. هو يقال الاتي، يعني التابوت الخشبي ده او التوابيت اللي وجدت بالشكل ده كانت عباره، هي في الاصل عباره عن مقبره، لان المقابر الكبرى اللي كانت محفوره في الصخور دي كانت عباره عن مقابر للملوك. لكن إذا وجد التابوت بشكل كامل وموضوع عليه كل هذه الكتابات والرسومات التي تحمل كتاب الموتى والرحلة للدار الآخرة ولحظة الحساب والعقاب، فكأن التابوت نفسه عبارة عن مقبرة. ولذلك في هذه المنطقة كانت المقابر عبارة عن حفرة حجرية فقط وليس مقبرة بالشكل. لكن ماذا تعني يعني فكرة اللي حضرتك قلتها أن ده كان الرديم في الأرض، ماذا تعني الفكرة؟ هو طبعا يعني الدكتور مصطفى تكلم وقال ان هو دي رصوها المصريين القدماء، وهذا الشيء يعني في وجهة نظر يعني قد يكون وجهة نظر ممكن نصل اليها الكلام اللي قاله ده. لكن انا ما اعتقدش، لان ليس من يعني عقلية المصري القديم أن يضع مثل هذه التوابيت التي تعب في وضعها وتعب في عملها وفي داخلها مومياوات أن يضعها بهذه الطريقة. هذه وجدت كأنها وجدت علبة سردين، كانت يعني تابوت بالطول العرضي وتابوت بالشكل المستعرض لما وجدت، فليست هذه طريقة إطلاقا من الممكن أن يقوم بها المصري القديم. لا معلش يا دكتور، يعني رجعني معاها يعني تفضل. أنا معلوماتي شوية هرجع للسينما. تفضل. في فيلم الموميا للعبقري شادي عبد السلام بنشوف في اكتشاف الأربعين ملك اللي تحت دول برضو كانوا محطوطين بشكل مهمل جدا. دي خبيئة. أي. خبيئة بمعنى الخبيئة كان في العهد المصري القديم طبعا، هو ده برضو المبرر بتاع، بس أنا بقول ده ليه غلط أو يعني في وجهة نظري رأي آخر هقول لحضرتك ليه، لكن حضرتك اللي بتكلم عنه ده كان عبارة عن خبيئة بمعنى المصري القديم كان وجد في فترات، خاصة الفترات اللي هو كان يحصل فيها بعض يعني القلاقل، كان تحصل فيه بعض السرقات، فخاف المصري القديم على سرقة مقابره. فقام الكهنة بجمع عدد كبير من المومياوات لعدد كبير من الملوك ووضعوهم في مخبأ، احنا بعد كده عرفنا وسميناه مخبأ، لكن هذا هو ما فعله المصري القديم في الاصل. يعني كان هم اللي خبوا، كان هم ال 40 دول. وهي اللي وصلت لهم عيلة عبد الرسول عليه السلام، هم اللي وصلت لهم الاول وكانت بتاخد طبعا، وهي لغايه ما اكتشفوا خد 10 سنين، خلال 10 سنين دول يعني اخرجوا من استباحوا كل شيء طبعا، أخرجوا من مصر كتير جدا يعني في خلال هذه الفترة. طيب إذا ده كان مجرد رديم، أنا عندي سؤال يا دكتور، مع الحاجات دي بقى لها 3000 سنة. يعني هل بيتم البحث صدفة؟ يعني لماذا تم اختيار منطقة العساسيف مثلا؟ ولا هل هناك في أجهزة؟ ولا هل في خرائط؟ يعني الناس عمالة تموت تحت البيوت وهم بيدوروا على الآثار.
طبعا اشمعنى دول فجاه لقوا 30 تموت او 30 تموت؟ طبعا ما هو برضه ليهم سنين ومش بيل او يعني، فهو ما فيش مشكله ان ممكن كل فتره والتانيه نلقى اكتشاف زي كده، لان دي برضه دوله وهيئه ليها متخصصين وليها عمليات علميه بتستطيع من خلالها ان تصل. على اي اساس حددوا المنطقه دي؟ لا المنطقه نفسها منطقه فيها اكثر من بعثه اصلا، ولا تنتهي البعثات منها شتاء ولا صيف، تنتهي بعثه تستمر بعثه يعني. ممكن بعثه تروح وترجع ما تجيبش حاجه. طبعا طبعا استاذ محمد، برضو موضوع البعثات ده برضو فيها نقطه لو تسمح لي اذكرها سريعا. البعثات في مصر معظمها اجانب، يعني عندنا 250 بعثه مصريه اجنبيه، وعلى لسان الوزير وغيره شيء معروف وموثق يعني. كويس. هذه البعثات يعني تعمل سنويا وتحتكر مناطق معينه. على سبيل المثال يعني فرنسا لها 50 منطقه في مصر ب50 بعثه، هذه المناطق هي حكر الله، حتى انا كمصري لا استطيع ان ادخلها الا باذنهم. وال 250 بعثه دول برضه يا استاذ محمد يقوموا بعمل حفاير سنويه في هذه المناطق. تمام؟ اما المصريين بعثات المصريه لغايه يعني فتره قريبه كان لا يتجاوز عددهم 8 بعثات او 8 بعثات. طيب ما هو ردك على كلام الكذاب ده زي حواس بيقول لسه بنستعمل الفاز زي حواس لقوا من باستخدام الرادار في الاكتشافات الاثريه؟ هو حتى الان اصلا ما تمش يعني في الوزاره لا 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 يعملوا بذلك، فهو اجهزه الرادار. اه طبعا. طيب كان في كلام وزير الاثار بيقول عسر عليها بالجبل ولا صحه لما يتردد من شائعات. ما الشائعات؟ في شائعات يعني، بس قالت ان هو ده عباره عن رديم النكسه يعني، في قالوا ان هم في سنه 67 قام بعض المصريين بجمعها بالشكل ده يعني. لكن انا المبرر اللي استطيع اقوله يعني لو المتاح الان اذكره، اني احنا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، دائما اذكر هذه النقطه، كانت مصر من اكثر من يعني الدبلوماسيين الاجانب والقناصر الاجانب في هذه الفتره كانوا يتسابقوا على اثار مصر. بس ده كتابنا موجود في كتاب سرقه ملك مصر. طبعا طبعا صحيح، ده حكي طبعا كوارث. طبعا فخلال القرنين دول على سبيل المثال يعني مثلا القنصل البريطاني سولت يعني واحد مشهور بهذا الاسم، والقنصل الفرنسي دورفيتي، دول هم الاثنين كانوا في نهايه القرن الثامن عشر وبدايه القرن التاسع عشر، وهم الاثنين ده كان القنصل الفرنسي وده كان القنصل البريطاني، وكانوا يتنافسوا مع بعضهم البعض في من يستطيع ان يتحصل على اثار مصريه لينقلها للخارج. وعلى سبيل المثال في هذه الفتره في نفس الفتره دي كان في واحد اسمه والس بدل ده بريطاني، ده على سبيل وده اللي بيخليني ابرر يعني بالشكل اللي بذكره لحضرتك، ان ده بريطاني نقل من مصر كل ما يستطيع من اثار، منها على سبيل المثال وهو يذكر هذا في مذكراته ان في سنه 1886 بالضبط يعني في نهايه القرن التاسع في نفس الفتره اللي بنذكر فيها هذا الرديم، نقل في مره واحده 800 مومياء نقلها من مصر بعد ان خزنها في طيبه الاول لفتره معينه، وبعد ان اعتقد ان الجو بالنسبه له يسمح بنقلها نقلها الى النيل ومن النيل الى البحر المتوسط. سواء نقلها الى ايه؟ وهو بيذكر في مبررات يعني بيذكر في مذكراته ان الامن في الميناء اكتشف، فهو اخرج لهم ان هذه عباره عن يعني لانه للاسف ما كانش المثقفين وما كانش هناك في، فبيقول لم استغرق وقتا طويل في مساومه رجال الامن لكي اخرج هذه. بس انا في الكتاب بتاع الاستاذ محسن محمد بيتكلم على سفينه غرقت بالكامل كان عليها 800، بيتكلم على اوراق صنعوها الاوروبيين وكانوا يكتبوا عليها مصنوعه من التوابيت الفرعونيه او من المومات الفرعونيه، بيتكلم على دهانات صحيه صحيح وانها معموله من التوابيت من المومياوات وكانوا يستخدموها كمخدر ويستخدموها كعلاج. انا اقول لك على حاجه، والدي بيقول رحمه الله عليه يعني بيقول لي وهم هو طالب، هم طلبه في الثانويه راحوا رحله للجبل، فبيقول لي كان يحكي لي يعني زمان يعني وهم بيتمشوا لقوا بيلعبوا في الارض كده لقوا موميا. فبيقول لي هو بيحكي لنا بقى واحنا وقتها ما كناش مثقفين وتعلمين، بيقول لي كانت ملفوفه بشرايط كده، فيقول كل ما نفك الشريط الصباع يطير يبقى باودر، كل ما نفك مش عارف الايه يعني يقول طبعا انك بتحلل. وما زال حتى الان انت لو 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 لم تضع ماده
كيماوية معينة قبل أن تزيل هذا الرباط من على المومياء حتى تتفحم لغاية ما تشيلها. هو بيقول لي كده، بيقول لي قعدنا فكنا وهو فرحان بقى طبعا فكنا الجثة كلها راحت حاجة في الآخر. بيحكي كده ببساطة طبعا في الآخر مش الناس ما كانش عندها صحيح الوعي صحيح الكافي صحيح ده صحيح. طيب صحيح. سؤال حضرتك، أبرز الاكتشافات اللي تمت في الفترة الأخيرة إيه؟ هو للعلم يعني برضو أنا زي ما ذكرت أنا 250 بعثة أجنبية وبعثات مصرية. بالتأكيد بالتأكيد يعني إذا احنا حبينا نناقش علميا طبعا هذا الاكتشاف وغيره شيء مبهر لمصر طبعا. والله وشيء يعني يزيدنا محبة ان احنا نتمنى المزيد، بس لازم الناس تبقى عندها برضو وعي يعني بشيء معين اني يعني احنا عندنا شو اعلامي باخد حيز ضخم جدا عندنا للأسف. يعني انت عندنا 250 بعثة أجنبية، ما هي في خلال هذا العام على سبيل المثال فين الاكتشافات بتاعتهم؟ لماذا لم يظهروها؟ لماذا لم يتحدثوا عنها؟ لماذا هذا العام على الأخص لم تظهر لنا أمامنا إلا اكتشافات البعثات المصرية؟ في حاجة ورا حاجة. يعني إن هو ممكن بعض الأوقات يكون في شيء اكتشاف بسيط ونحن نضخم بشكل كبير جدا، وهو شيء عادي، وهو شيء عادي يعني بعيدا عن مثل هذا الاكتشاف الكشف العظيم ده. هناك بعض الاكتشافات ودي برضو نقطة مهمة جدا يعني يجب أن يعيها كل منا، إن معظم الاكتشافات اللي بنصل إليها في مصر هي عبارة مش بتتم من خلال للأسف الوزارة، هي بتتم من خلال اللصوص واحنا بنعصر عليها بعد كده، زي تابوت الاسكندريه، زي مدينه المنيا الاخيره، زي مقبره توتو برضو اللي تم، دي كلها رغم اني يعني اكتشافات ضخمه لكنها كانت في البدايه اصلا من خلال اللصوص وليس انا معلش انا هرجع تاني للصوره كده يا علي بتاعه التابوت ده. انا عندي سؤال لان انا شايف انه لا يعني الصوره اللي هي انت عرضتها ايوه دي خليك كده يعني احنا عارفين يعني حتى الاستاذ سليم حسن له موسوعته المهمه عن الفن الفرعوني، واحنا عارفين يعني الى حد ما مش زي حضرتك اكيد، بس انا بتكلم من الناحيه الفنيه ما انا مش هقدر عليك برضه في الفنيه في الناحيه الفنيه عارفين انه الفن الفرعوني ازدهر في اوقات ثم انهار في اوقات تانية تماما على حسب ده واضح انه يعني تيبيكال الفن يعني تيبيكال عصر ازدهار صحيح الفن الفرعوني سواء في النقوش او في التعامل مع النحت مع الوجوه او غيره. صح صح صح. سؤال حضرتك بقى، هل كانت تصنع تاريخيا، هل كانت تصنع هذه التوابيت الخشبيه المعموله بحرفه؟ بص النقوش واللون 3000 سنه واللون زي ما هو صحيح حاجه يعني بص الدقه على فكره الحاجات دي ليا يعني كنا بنعملها مش عايز اقول يعني انت عارف ان دي ليها حسابات، عارف النقوش دي ليها حسابات بالتاكيد يعني انت ما تقدرش تجيب شفافه كربون كده تعملها وتنقلها دي بتبقى ليها حسابات زي الهندسه كده عشان تطلع النسب دي تمام. سؤالي بقى، هل كان في ناس يعني ورش بتعمل التوابيت دي وتبيعها ولا كانت دي توابيت بتصنع بالاوردر بالامر؟ لا لا طبعا هناك ورش معينه موجوده لدرجه اني حتى الاسبوع اللي فات اعلن الدكتور زاهي حواس برضو في نفس المنطقه في الدير البحري اني اكتشاف ورشه للتحنيط وده كان هو حتى اعلن عنها منذ اسبوع وقال ده اكبر واضخم اكتشاف ورشه للتحنيط. ورشه انا بتكلم على ورشه للتابوت للتوابيت. نعم ما هي بتبقى ورشه تحنيط مرتبطه بكل ما يتم لغايه الى ان يدفن الميت يعني او المتوفى. يعني شوف يا دكتور ده الراجل ده تابوت للراجل. نعم يعني شايفين زيه الفرعوني صحيح وشايفين صحيح الكلام اللي عليه هو طبعا الجنة. عنديهم وصلوا لدرجة يا أستاذ محمد يعني وانت أدرى برضو من الناحية دي من الناحية الفنية ما لا نستطيع أن وصول حتى الآن ليه يعني الأسرة 22 دي كانت في عهد مين يا دكتور؟ هي دي فترة انتقالية. لا هي أنا إذا بقول حضرتك دور أمال اللوحة دي إحنا تندى في القرن أنا فاهم بس اللوحة دي نعم اللي هي دي أنت شايفها بس أنا مرات ما ضاعت صحيح اللوحة دي صحيح يعني كان عمل إخناتون حاجة زي كده على الكو وكان عمل زيها توت عنخ آمون الكرسي بتاعه هو حضرتك هذه الفترة مصر كانت منقسمة نصين على فكرة في الفترة دي. مصر كان تحكم في الشمال لوحدها وفي الجنوب لوحدها، والجنوب كان يحكم من خلال طيبة في هذه الفترة من خلال الكهنة، وكان تحكم في تل بسطة برضو في الزقازيق في دولة تانية أخرى تخيل. كانت هذه الفترة حتى بعد ما وحد مين القطرين ما هي كان في فترات تحصل فيها انفصالات وتقاتل يعني مصر ما استمرتش متصلة بعد ما مين وحد القطرين. لا طبعا حصلت بعض الاختلافات أو هو كان يرفض الحكام في مناطق معينة أنه يستجيبوا لحاكم معين أو أسرة معينة في الدلتا أو برضو في العكس كانت تحصل بعض الأوقات للجنوب في هذه الفترة هؤلاء الحكام كانوا يعبدوا مين؟ آمون. كان يعبدوا آمون الشمس. إخناتون ده كان هو آمون كان في الأصل آمون لكن هو راح لمين؟
الأتون أصلا تغير، وده كان في الأسرة 18 يعني مش في الفترة دي، لكن قبل الفترة دي قبل الفترة دي طبعا قبل الفترة دي، لكن استمرت عبادة آمون في هذه الفترة، حتى لذلك هو انتقل شمالا لغاية المنيا في تل العمارنة، واستمرت عبادة آمون ما ظلت في 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 طيبة، ظلت في الأصل. وكان يعني لو حابين نذكر في النقطة دي، كانت أمه أم إخناتون هي الأصل في هذه يعني العبادة، يعني رفضت ما دعوة ابنها يعني إطلاقا، وحركت عليه الكهنة فعلا وعملوا عليه الصورة، وعملوا عليه لكن ظل هو في تل العمارنة في المنيا طبعا بيعبد أتون، وهؤلاء يعني كانوا مش دول يعني. جبت سيرة تل العمارنة، أنا لما رحتها رحتها مرتين، لما رحتها شفت مقبرة للبنت، بنته؟ لا مش بنته، بنت اسمها المقبرة اللي هناك محنطة، بنت هناك اسمها زي يكون اسم برازيلي كده، مقبرة ما كنتش عارف ايه علاقتها بإخناتون وايه اللي وجدها هناك، يعني ما سبب وجود المقبرة دي. طبعا ما كانش معانا مرشد سياحي مرتين، وكنا لسه طلبة صغيرين، لكن عرفت ما كنتش عارف ليه برضو اختارها إخناتون عشان يعمل منها مقر لعبادة أتون إله الشمس. انما على كل حال إذن ممكن الحكام في الجنوب يرفضوا الحكام في الدلتا، سواء في اليوبلس أو في تل لبستا أو في منف، أو في منف. منف طبعا كان في البداية خالص الدولة يعني أيا كان أزدوري ممكن حاكم في طبعا حدثت في فترات من فترة من فترات كتير يعني. وحتى في ذلك لما جاء الهكسوس برضو، لما جاء الهكسوس كانت الجنوب يحكم من مصريين، يعني كان أحمس وأبيه برضو وجده كان يحكموا في طيبة، وكان الهكسوس في الشمال، خدوا فترة إلى أن وصلوا للجنوب، وكان تحكم الصعيد أو جنوب مصر كان يحكم من خلال طيبة. فمش بس أنا كنت فاهم إنه لما مينا وحد القطرين ولبس التاج ده بتاع ظلت مصر دائما، لا طبعا لا لا يعني قسمت في فترات طبعا، رجعت فترات في خلافات. طب الواد مؤمن ده يائس جدا، يعني إذا ممكن مصر تنقسم أو مر عليها في التاريخ الفرعوني انقسامات وانقسمت إلى دولتين وعادت مرة أخرى؟ طبعا المحدش يعني يتمنى مثل هذا الامور من الاطلاق طبعا حصلت يعني طبعا حصلت. بس عايز اقول اللي زي مؤمن ان مهما كانت الظروف صعبه وقاسيه وبتاع، انما في امل يعني. طب يعني ما هو ده ناخد منها ان احنا قد نمر بمرحله صعبه، ولكن يعود بعدها الرخاء مره اخرى، ويعود الاتحاد مره اخرى، ويعود التماسك مره اخرى، وده التاريخ بيقول لنا كده يعني، وليس العكس. يعني لا نقول ان احنا متحدين ثم بعد ذلك ننفصل، لكن ممكن احنا بنمر او على المستوى الاقليمي دائما بتاعنا كله بيمر بمرحله صعبه، بالتاكيد سننتقل تنتهي يوما ما هذه المرحله وننتقل لمرحله افضل. طيب كلمه اخيره عن الخبيئه دي، الى اي مدى هي مهمه والى اي مدى ممكن تفيد مصر؟ طبعا هذه الخبيئه يعني لها دور كبير جدا واهميتها ضخمه جدا، خاصه يعني ان تمت من خلال مؤتمر اعلامي ضخم، وده المفترض ان احنا كل الاكتشافات يتم بهذه الطريقة، لأن هذا المؤتمر نفسه في حد ذاته هو ترويج للسياحة. وإن كان كما قال يعني الدكتور زاهر حواس أو الوزير بنفسه قال يعني من غطى هذه المؤتمر للأسف كان الإعلام الأجنبي، أما الإعلام المصري لم يصل من أحد إلا أحمد موسى وغيره. لكن كان موجود زاهر حواس في المؤتمر ده؟ كان موجود لازم طبعا، لأنه هو برضو يعني يعمل ببعثة مصرية هناك يعني في نفس المنطقة. يعني حاليا هو ماسك بعثة تزيد كبس لما الخبيئة دي ومصطفى هو عارف طبعا قبل أن تطلع يعني مش ليس بعيدا عنه يعني. على كل حال دكتور حسين دقيل، أنا عندي سؤال، بس سؤال أخير وهقفل معاك الموضوع ده خالص، الفقرة طالت قليلا يعني. لماذا 30؟ هي دي ده سؤال يعني، ليه مش 100 خب يعني ليه؟ طبعا طبعا هو بيقول لك ان احنا حنحفر تاني وحنستمر في الحفر قد نصل لعدد اخر يعني، يعني ده كما قال الناس اللي موجودين على المكان نفسه هناك. وان هم برضو من ضمن حتى انا كاتبه في مقالي يعني بقول ان هو للاسف يعني يوم الاحد كان الاكتشاف ده كله ظهر، وهو أعلن أنهم 20 تابوت، أما في المؤتمر امبارح قالوا 30، وده شيء أنا فعلا عملني إثارة. وأنا تواصلت مع الزملاء في الأقصر، واتصلت امبارح أثناء المؤتمر، اتصلت بأثريين موجودين في المؤتمر نفسه، وقلت لهم أن هم من يوم الأحد ذكروا أنهم 20 تابوت، ولماذا اليوم 30؟
يعني أنا مش قادر أستوعب هذا الـ 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 الاختلاف السريع، غريب يعني جدا. فهو يعني والله لم يستطيع أحد أن يرد عليه هذا السؤال. قالوا إحنا هم اللي بيعلنوا ليس إحنا، يعني إحنا قالوا طمع 20 خلاص 20، لدرجة أن في واحد النهاردة بيقول ده هم 40، يعني تخيل في للأسف. ودي برضو دي مشكلتنا إن إحنا في 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 التصريحات لابد أن تكون لدينا منضبط شوية. لكن ممكن يبقوا أكثر من 30، ممكن يكتشف آخر. يكتشف، لكن هم الحاليين قالوا 30، قالوا الصف الأول كان 18 والصف الثاني قالوا 12، وفي ناس قالت العكس، قالوا الصف الأول كان 12 الصف الثاني قال 18. تخيل يعني نقطة. دكتور حسين دقيل الباحث متخصص في الأثار، إحنا على وعد بدراسة قانون الأثار، الدراسة اللي عندك عاملها قانون الأثار في مصر، على وعد بأن إحنا نعمل حلقة. شرف لينا، بشكرك وبنستفيد كتير جدا. الله يبارك لك، والله وجودك مهم جدا معنا.